ويزو تتحدث عن خيانة زوجها، ترفض التغاضي عن النزوات العاطفية. قدمت بعد كتب الكتاب عرض مسرحي مع صناع مسرح مصر. إليكم في هذه الحلقة أبرز تصريحات ويزو. ظهرت الفنانة ويزو ضيفة في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، وتحدثت خلال اللقاء عن الخيانة الزوجية، وأكدت أنه تغاضي عن هذه الأمور في العلاقة بينها وبين زوجها أمر مرفوض، وحكت أنها بترفض التنازل وقبول الخيانة تحت مسمى نزوة عاطفية. واستعادت ويزو ذكريات يوم عقد قرانها، وحكت أنها بعد كتب الكتاب كان عندها عرض مسرحي، وبعد إتمام الاحتفال ذهبت للمسرح مباشرة، وحتى تستطيع الاستمتاع بإجازة شهر العسل رتبتها مع الفنان أشرف عبد الباقي بصعوبة. تلقت ويزو خلال الحلقة مكالمة هاتفية من زوجها الفنان شريف حسني، وأهداها أغنية للمطرب عبد الباسط حمودة بمناسبة عيد الحب. وكشف أنه أكثر الصفات اللي بيحبها فيها هي أنها طيبة وبتسنده في الكثير من المواقف. ويزو تحدثت عن تجربتها في التمثيل، وكشفت أنها بدأت تشعر برغبتها في ممارسة هذه الهواية خلال دراستها في الجامعة. ورغم دخولها كلية تربية، لكنها كانت تفكر في التمثيل بشكل كبير، واستطاعت التعرف على طلاب بيقوموا بتمثيل مسرحيات في الجامعة. وعندما أصبحت فرد من المجموعة، قدمت معهم عدة مسرحيات، وكان أولها مسرحية بعنوان الجريمة والعقاب. قررت ويزو الذهاب للمخرج خالد جلال، وتعاونت معه بعد نجاحها في اختبارات التمثيل. لفتت نظر أشرف عبد الباقي وضمها لفرقة تياترو مصر، وظهرت على الشاشة لأول مرة من خلال هذه المسرحيات مع مجموعة من النجوم الشباب. أثبتت ويزو قدراتها الفنية على خشبة المسرح، وكسبت محبة الجمهور بسبب خفة ظلها وأدائها الخفيف. قدمت عدد من المسلسلات المميزة، منها لمع القط ورجالة البيت والواد سيد الشحات، وفي السينما شاركت في كلب بلدي وجوازة ميري وجحيم في الهند. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.